أيضا ننوه إن كنا قبائلا نفتخر بأنفسنا فإننا في النهاية نفتخر أيضا بالقبيلة الأم ألا وهي المملكة العربية السعودية. حضورنا الكريم في هذه اللحظات يشرفنا أن نرحب بقبيلة عنزة، القبيلة العريقة والمعروفة عبر التاريخ، أحفاد وايل، أهل الكرم والطيب ومكثرين التراحيب. رحبوا معي بشاعرهم في هذا المساء، الشاعر محمود العنزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المنبر الطيب أحيي قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده والأبطال على الحدود وصمام الأمان رجال الأمن والشعب السعودي الكريم، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خادم البيتين، يا شعلة الدين، يا مام الأمة حامت العز منزل، يا سيادة السلطان، يا ابن الصلايخ والسلاطين، قول وفعل وإثبات قولك فعايل. مهمك الزاير لحقت المصير، هذا أنت يا سلمان دينك تعاملك، من بعد عز الله بعزك عزيزين. وابشر يا ابو فهد بشعب يجمل، حنا عيالك لك جنود ومحبين، شيء طبيعي تملك قلوبنا ملك. نشى السحاب اللي يبشر نوية، يرعد بأطراف السنة البرقاحي، ساق وبدن ويسوق ضحوية، وعلى مضارب عبس روح رواحي. مش السحاب اللي يبشر نوية، يرعد بأطراف السنة البرقاحي، ساق وبدن ويسوق ضحوية، وعلى مضارب عبس روح رواحي. غير انفوس الطاهرات الزكية، اهل البشاشة والقلوب الصحاحي، وابنه للادواق الرفيعة هدية، بوشحين المغردة بنو شاحي، عيال عبس العز والعربية والصيان والحدة والرمى. أهل الصياني والحدب والرماحي، بني مشين الندر الصرمية، عسل تلسفة وبعاد المشاحي، عز الخوي والجار ستر الخوية، قديه والقلب واقف شناحي، بني رشيد الندر الصرمية، والسب تلسفة وبعاد المشاحي، عز الخوي والجار ستر الخوية، الدهر من المواقف شناحي، ويوم المواجهة يعشقون البنية، يواجهون الخصم برضا مياحي، ويوم المواجهة يعشقون البنية، يواجهون الخصم برضا مياحي، ماضي وحاضر بالمكان الغنية، على النقا والصدق رشد وفلاحي، تاريخ وامجاد ومصير وهوية ودين وشرف منسب وطيب وصلاحي، يعني يا بسد البيوت النقية يبقى المقام أكبر بشتى النواحي. تاريخ وامجاد ومصير وهوية ودين وشرف منسب وطيب وصلاحي، يعني لو اسهد البيوت النقية يبقى المقام اكبر بشتى النواحي. والليلة الموقف عزيز علي، من قدركم عندي نجاحي، والليلة الموقف عزيز علي، من قدركم عندي نجاحي، وطبل
المدرسة وجواها الشعرية بمحفل تحول صباحي نار الراجل عند رعي حي نار العطايا وزر القراحي نار المراجل عند رعي حي نهر العطايا وزر القراحي نفحص صدرنا بحث الشرية ونباهي بعزم موسى شراحي ومواقفة بل فعل معي خبية مثل الجدي لم ارتفع والمراحي عبد الله الزوج زمول أولياء ابناء تكرم عن دين الشحاحي ومواقفة بل فعل معي خبية مثل الجدي لم ارتفع والمراحي عبد الله الزوج زمول أولياء ابناء تكرم عن دين الشحاحي أخذ من الواقية فبعوله حمية ومن جده وخالة عزومه كباحي وافي ويافي برجال الوفية ومدح ترك شرواه ما هو مباحي وانا مع الطيب احبالي قوية وافي ويافي برجال الوفية ومدح ترك شرواه ما هو مباحي وانا مع الطيب احبالي قوية اغلي مصيده ولو كان ناحي على الوفا نايف عطاني وصية ورطيح لو وقت يدور مطاحي لاني على الوفا نايف عطاني وصية ورطيح لو وقت يدور مطاحي لاني سمية لما الوالية لما تسيح ولا تزاحم الطاب الاسلام والجاهلية لما كنز ولا الشريعة سلاحي شاعر ومثل مبهاري وذية على المعزة والشرف والنصاحي ومضيف تلزم لجمول الولية في مرحبا شفنا سلام برقع لاحي ومضيف تلزم لجمول الولية في مرحبا شفنا سلام برقع لاحي وللمحتفي والمحتفى بتحية الراهي العد الزلال القراحي وقبل الختام ولو سمحتوا شوية عطر الشعر مع نسمة الليل فاحي قولوا معي يلا يا رب البرية يا واحد بابا تسوق الرياحي ترحم فقيد الشعر والبقية قام في وضوحه ضياحي مساعد الرياح الجمعية مساعد ربي على كل هيا على راقص انت ابداع لاحي سلامتكم